قد يمنح الله عز وجل الإنسان في لحظة من اللحظات أن يتدبر أو أن يوقفه عند آية ويستنبط منها بعض الفوائد، وهذا يزيدنا قناعة لأن البعض قد يكون خاتما للقرآن ومتقنا لحفظه ومع ذلك يمر على الآيات ولا يستفيد منها، وكلنا ذلكم الرجل ولكن ما بين مقل ومستكبر. يعني هذا القرآن كنز كبير بين أيدينا، تصور لو أن الإنسان كلما قرأ آية تأملها وتدبر ما فيها ولا يقول أحد إني لست عالما بجميع معاني الكلمات. في الجملة آيات القرآن واضحة، قد تمر عليك بعض الكلمات قد تكون غامضة يمكن أن يرجع فيها إلى التفسير، لكن من حيث الجملة القرآن واضح وانزل للتدبر والتأمل، وهذا متاح للجميع ليس خاصا بالعلماء دون غيرهم، كلا. ولذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموها ويعملوا بما فيها، فجمعوا بين العلم والعمل 10 آيات. ما الذي جعل عمر رضي الله عنه يظل في حفظ سورة البقرة 12 سنة؟ أهو حفظ مجرد؟ كلا. ما الذي جعل ابنه يبقى في سورة البقرة 8 سنوات؟ ما الذي دعا بعض الصحابة أن يقول كان الواحد منا إذا حفظ البقرة وآل عمران عظم فينا؟ هو حفظ فقط للألفاظ؟ كلا، وإنما هو شامل. ولذلك الرفق في كل شيء هو خير حتى في العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، في أي شيء، لأن شيء نكره في سياق النفي فتعم، ولا ينزع من شيء إلا شان. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وإذا قال عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لو نظرنا إلى هذه الآيات القصيرة وتأملنا ما فيها لوجدنا الطريقة السوية الصحيحة التي بيّن عز وجل فيها كيف يسلك الإنسان طلب العلم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ومع ذلك أنت محتاج إلى من؟ إلى ربك عز وجل. ما الذي بعدها؟ وقل رب زدني علما، أنت محتاج حتى مع جهدك. لو كنت تجتهد في طلب العلم أنا الليل وأطرف النهار فأنت محتاج إلى اللجوء إلى الله عز وجل. فهي دعوة لنفسي أولا ثم لكم بأن الإنسان لا يستعجل ولا سيما في قراءة القرآن. ولذا ابن عباس رضي الله عنه من هو؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه التأويل عن التفسير، ومع ذلك يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. هذا ابن عباس رضي الله عنهما. ابن مسعود الذي يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيت إليه. وماذا كان يقول؟ يقول لا تهذوا هذا القرآن حذف الشعر ولا تنذروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع.